هذه المنطقة الصحراوية التي كانت مجرد الحياة فيها ضربا من المجازفة تبدل حالها اليوم في عهد جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وامتد إليها العمران، وبنيت المساكن الاجتماعية لأبناء الولاية، وتوفرت كل حاجات المواطن، ولقد أهلها السكان وعمروها بالنماء والخضرة. ويقوم مكتب الإرشاد الزراعي بتزويد الزراع بالبذور والأسمدة والكيماويات، بينما توفر أفلاج الكوثر والعوفي وعين أم البقر وغيرها من أفلاج الكامل والوافي التي يصل عددها إلى 11 فلجا المياه العذبة اللازمة لنماء المحاصيل الزراعية. نجح أبناء الولاية في مقاومة ظاهرة التصحر وزراعة مساحات كثيفة من النخيل والفاكهة والخضروات. ويعمل مركز تجميع التمور التابع للهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية على تسويق محاصيل الولاية المتنوعة. ويحصل أهالي الكامل والوافي على رعاية صحية متكاملة عن طريق دائرة الطب الوقائي والمركز الصحي بالكامل.